من جزئين اتنين، جزء اسمه اي جي بي وجزء اسمه اي جي بي. الاي جي بي اختصار كلمة انتيريور، انتيريور انتيريور يعني داخلي، جيت واي بروتوكول. الاي جي بي اختصار كلمة اكستيريور، ها جيت واي بروتوكول. نعم يا باشمهندس، اختصار ايه؟ اي جي بي. ما تفكرنيش بقى، بالظبط والنبي الله يكرمك. لا اللي شغال، اللي شغال مثلا ربعك بره مثلا بيبقى قدك 10 مرات مثلا، علشان الموضوع بتاع الجنيه، الفاليو بتاعت الجنيه دي. فالاي جي بي انتيريور جيت واي بروتوكول، الاي جي بي اختصار اكستيريور جيت واي بروتوكول. يعني ايه الاثنين دول؟ يبقى الدايناميك راوتينج بروتوكول في منه اثنين تايبس، الاي جي بي والاي جي بي. حلو الكلام. لو عندي مجموعه من الراوترات، انا بتكلم يا جماعه على فروع دلوقتي، شايفين بتكلم على حاجه كبيره والله، حاجه كبيره خالص، يعني 5-6 راوترات اهم في شركه، يعني 5-6 فروع، كل فرع فيه 4-5 شبكات اهو. مجموعه الراوترات اللي بتبقى متوصله مع بعضيها كده نفس الشركه بيسموها كلمه اوتو نوميس سيستم. داخل شركة واحدة الله يكرمك. يبقى الاي اس دي عبارة عن ايه؟ اجروب اوف راوتر، مجموعة من الراوترز اندر اسنجل اوثوريتي، مجموعة من الراوترات تحت سلطة واحدة بنقول عليها اوتونوميوس سيستم اوثوريتي. هنا يو الراوترات اللي موجودة في تي داتا، الراوترات اللي موجوده في المصريه، الراوترات اللي موجوده في فودافون، الراوترات اللي موجوده في موبينيل. طالما الراوترات ربط فروع الشركه ببعضيها وتحت ادمن واحد لهم رئيس واحد بيسموهم اوتونوميوس سيستم. الاوتونوميوس سيستم بتاع تي داتا، الاوتونوميوس سيستم بتاع فودافون، الاوتونوميوس سيستم بتاع موبينيل. الراوترات دي بتتعرف على بعضيها براوتنج بروتوكول من نوع داخلي اي جي بي. يبقى هنا هوت عشان دول يتعرفوا على الشبكات البعيده بتاعت الفروع بتاعتهم بنزل راوتنج بروتوكول ايه؟ اي جي بي. حتى لو كانوا بعاد طبعا هم لازم يكونوا بعاد يا باشمهندس. تي داتا عندها راوتراتها في الصاله بتاعت ترانسميشن هنا، في الصاله بتاعت القاهره، في الصاله بتاعت المنصوره، في الصاله بتاعت معرفش ايه، بس مش الراوترات دي كلها تحت شركه واحده. هم متفرقين اي وبعاد عن بعض، وفي راوتر منهم في السعوديه بس مش تحت ادمن واحد ومش تحت تي داتا. يبقى المجموعة الراوترات دول بشغل عليهم راوتنج بروتوكول داخلي اي جي بي. حلو. يبقى كل شركة بتشغل راوتنج بروتوكول داخلي علشان تعرف الراوترات بتاعتها على الشبكات بتاع الفروع التانية بتاعتها برضو. مش دي مجموعة من الراوترات نفس الشركة، بس الراوتر بتاع تي داتا اللي موجود في طنطا عايز يعرف الشبكة بتاع تي داتا اللي موجودة في مدينة نصر. طب الشبكة اللي موجودة في مدينة نصر على راوتر تبع تي داتا برضو، فالاثنين دول يتكلموا بعضهم براوتنج بروتوكول نوعه ايه؟ داخلي اي جي بي. يبقى طالما انت شغال في نفس الاوتونوميوس سيستم، شغال في نفس الاوتونوميوس سيستم، يبقى نزل راوتنج بروتوكول داخلي اي جي بي. ده لو انت شركه نت بقى، فالاوتونوميوس سيستم ده بيبقى له رقم نمبر. لو انت شركه نت، شركه اي اس بي بتطلع على النت يعني براوتراتك دي، الاوتونوميوس سيستم ده بيبقى له نمبر. النمبر دي شركات الاي اس بي بيروح يشتريه من الايانا. الرقم ده بيبقى من 0 ل 65536، يعني كل شركه اي اس بي لها رقم. واخداه منين؟ من الايانا. بس دي شركات الاي اس بي. طب انا لو شركه ما بطلعش نت، فروعي بس اللي بيتكلم بعضها وخلاص، يعني الراوترات ما بتظهرش جلوبال، فما بشتريش رقم. ما بشتريش ايه؟ ما بشتريش رقم. إيه نعم؟ ماشي. يا سلامة يا سلامة.
معلش بس التكييف بس قبل ما تمشي. ماشي ها تمام كده. طيب لو انا عندي شركه تي داتا اهو دي الراوترات بتاع تي داتا اهي ماسكه في بعضيها اهي اوتونوميا سيستم وتي داتا واخده رقم وليكن 1000 وما اعرفش وكام. ما هو رقم محصور في الرينج 65536. ولو انت شركه اي اس بي لازم تروح للايانا وتملى حاجه اسمها ريجستريشن فورم ولازم تقول لهم انت هتفيد الانترنت بايه علشان يديكوا رقم لان الارقام دي غاليه جدا. لو انت شركه اي كلام كده شكل لينك او شكل ميجا لينك والحاجات التعبانه دي يقول لك لا روح خد رقم تحت شركه ثانيه. تخش نت من تحت تي داتا. تمام كده؟ فشركات النت ذات نفسها فيها تير 1 وتير 2 وتير 3 لازم أن تكون تير 2. تير 2 يعني ايه؟ يعني مثلا مغطي مثلا بلد شكل مصر كده. عشان ايات تديك رقم اوتونوميا سيستم للاجهزه بتاعتك. طب انا مش شركه جامده وماليش راوترات ومش عارف افيد الانترنت ولقوك هجاص في الابلكيشن فورم بتاعتك وانت بتملاها خلاص لا مش هديك وروح خد حاجه اسمها اوتونوميا سيستم نمبر برايفت من تحت تي داتا مثلا. يبقى انت تطلع النت عن طريق تي داتا. تمام؟ خد بالك ان احنا عندنا على الانترنت شبكات تير 1 وتير 2 وتير 3. تير 1 دي اللي هي مثلا الحاجات الحيتان بقى شكل امريكان اونلاين. ده ماسك الباك بون على الانترنت. ماسك اكتر من دوله وكابلات فايبر وبوبات وحاجات ثانيه خالص. ده تير 2. في شركات بقى صغيره تير 3 شغاله في محافظه مثلا في مدينه بس. فاللي شغاله في المدينه دي مش هتروح تحجز اوتونوميا سيستم من الايانا. انت روح خش نت من تحت نور. روح شوف الشركه في فرنسا هيديك اوتونوميا سيستم بتاعها تاجره لك. تمام؟ طيب ده الاوتونوميا سيستم بتاع تي داتا. وبعدين في فودافون لها راوترات بتاعتها اهي. اهي. ففودافون عشان راوتراتها تتكلم مع بعضيها اهو الراوترات بتاعتها تتكلم مع بعضيها برضو اوتونوميا سيستم تاني اهو وليكن اوتونوميا سيستم بتاع فودافون وليكن 1002. الراوترات دي عشان تتكلم مع بعضها بنزل ايه؟ اي جي بي. طب والراوترات دي عشان تتكلم مع بعضيها اي جي بي طالما اوتونوميا سيستم واحد تحت ادمن واحد. طب عشان الاوتونوميا سيستم ده يتكلم مع الاوتونوميا سيستم ده اي جي بي. عشان شركات تتكلم مع بعضها على الانترنت علشان انت واخد نت من تي داتا تكلم شركه ياهو اللي واخده نت ما اعرفش منين فبيتكلموا الاوتونوميا سيستم بيتكلموا مع بعضهم ايه اي جي بي. بيتحط على راوتنج بروتوكول خارجي اسمه البي جي بي. لا انا عايز اكلم راوتر جوه ماليش دعوه بالاوتونوميا سيستم نمبر ده. ده لما اجي اكلم اوتونوميا سيستم يكلم اوتونوميا سيستم تاني. بالظبط كده بالظبط. فانا مديك اوتونوميا سيستم نمبر جلوبال علشان افرق ان الراوتر ده بتاع تي داتا ولا الراوتر ده بتاع لينك ولا الراوتر ده بتاع مين بالظبط. انما جوه الشركه هتشوف دلوقتي هتلاقي الحاجه عاديه خالص مش محتاج اوتونوميا سيستم نمبر. حاجه شكل ايدج راوتر كده. تمام كده. الراوتر رابطني بالنت كده بنزل عليه بروتوكول اسمه البي جي بي ان شاء الله تاخدوه. ده البروتوكول الوحيد اللي موجود في العالم بحاله اللي ماسك كل الاوتونوميا سيستم بيخلي الاوتونوميا سيستم يكلموا بعضهم. الاوتونوميا سيستم نمبر ده رقم بجيبه هو بيروح يشتري من الايان. هو بالظبط انا رايح اشتري من الايان. يبقى يا جماعه داخل الاوتونوميا سيستم نمبر بشغل راوتنج بروتوكول نوعه ايه داخلي. خارج الاوتونوميا سيستم نمبر بشغل راوتنج بروتوكول خارجي. يبقى انا يا جماعه عند الراوتنج بروتوكول نوعين اتنين اهو. الراوتنج بروتوكول نوعين. في واحد داخلي اللي هو الاي جي بي وده بيشتغل داخل فروع الشركه الواحده. وفيه الاي جي بي وده خارجي وده بيشتغل ما بين الشركات وبعضيها. احنا طبعا الكفر في الكورس مين؟ الاي جي بي.
الاي جي بي نوعين، نوع اسمه ديستنس فيكتور ونوع اسمه لينك ستيت. يبقى الاي جي بي يا جماعه نوعين، نوع اسمه ديستنس فيكتور ونوع شغال بمبدا اسمه لينك ستيت. الديستنس فيكتور شكل مين؟ شكل ريب فيرجن 1، شكل الريب فيرجن 2، تمام؟ شكل الريب ان جي، وشكل الاي جي ار بي. والاي جي ار بي، طب اللينك ستيت شكل مين؟ شكل الاي اس اي اس وشكل الاوز بي اف فيرجن 2 والاوز بي اف فيرجن 3. طب الاي جي بي شكل مين؟ الاي جي بي يا جماعه هو مفيش غير مبدا واحد اسمه باس فيكتور، وده شغال بيه راوتنج بروتوكول اسمه البي جي بي. خلصت الراوتنج بروتوكول ده كده، انت خلصت الراوتنج اللي في سيس ان اي وسيس ان بي. دي الراوتنج بروتوكول اللي موجوده في الكورس بتاع الراوتنج كله، اللي موجوده في العالم بحاله، مفيش غير دول. تمام؟ تاني كده معايا. الاي جي بي بستخدمه ده راوتنج بروتوكول داخلي. هندسه متوقف تكييف ده شويه يعني، عشان انا خلاص يعني هتلج شويه مش عارف اتحرك دراعي. ها الاي جي بي يا جماعه ده راوتنج بروتوكول داخلي. بستخدمه فين؟ بستخدمه جوه الشركه داخل نفس الاوتونوميا سيستم. اهو في منه مبدئين اتنين، راوتنج بروتوكول شغاله بمبدا اسمه الديستنس فيكتور، في راوتنج بروتوكول شغالين بمبدا اسمه اللينك ستيت. الديستنس فيكتور شكل ريب فيرجن 1 والريب فيرجن 2، ودول شغالين مع الايبهات فيرجن 4، مع الشبكات اللي شغاله اي بي فيرجن 4. طب لو شبكات شغاله اي بي فيرجن 6 وعايز تشغل الريب، نزل لها ريب ان جي، ده بيشتغل مع الاي بي فيرجن 6. هناخد ده وده وده من بكره، تمام؟ كراوتنج بروتوكول شغال بالديستنس فيكتور. الاي جي ار بي ده كان بتاع سيسكو وخلاص ما عادوش بيشغلوه وشالوه من الكورس. احنا هناخد بعديه ايه؟ الاي جي ار بي، هتاخدوه مع الدكتور مصطفى ان شاء الله في السمستر الجاي. الاي جي ار بي، تمام؟ طيب اللينك ستيت، اللينك ستيت شغال فيه بروتوكول اسمه انترميديت سيستم، انترميديت سيستم اللي شغال بالاي اس اي اس ده في مصر وفودافون، شغالين اي اس اي اس، راوتراتها شغاله اي اس اي اس، الشركه الوحيده اللي في مصر شغاله اي اس اي اس فودافون. اه ومش موجود في المنهج ده، خمس ايام لوحده كده اسمه اي اس اي اس. اه لو هتاخد كورس سيرفيس بروفايدر هتاخد اي اس اي اس. لا مش افضل، بس هم عم شغالينه عشان فيتشرز معينه جواه، تمام؟ فده اللي شغال في مين؟ فودافون. تي داتا شغاله بالاوز بي اف، الاوز بي اف منه نسختين، فيرجن 2 بيشتغل مع الاي بي فيرجن 4، واوز بي اف فيرجن 3 بيشتغل مع مين؟ فيرجن 6، تمام كده؟ فاحنا لو احنا تي داتا شغاله ب 4 شغاله اوز بي اف فيرجن 2. والاوز بي اف فيرجن 2 حاجه كبيره قوي، فهو ثلاث شباتر في السمستر ده، انا هاخد شابتر والدكتور مصطفى ياخد اتنين في السمستر الجاي في الاوز بي اف. اوز بي اف تمام، الاوز بي اف لوحده في سيس ان بي ممكن نقعد 4 ايام نشرح فيه، لانه الكونفجريشن ازاي بيشتغل مع الاي اس دي ان، وازاي بيشتغل مع الفريم ليلي، وازاي بيشتغل بالتريبل بي، وازاي بيشتغل مع السويتشات. ما خد بالك يا باشمهندس، انت لما تشتغل راوتنج مثلا في تي داتا مش هيبقى قدامك غير الاوز بي اف، هيبقى حياتك كلها مقتصره على الاوز بي اف بس. راوتنج يعني ايه راوتنج؟ يعني راجل انطحن سويتشنج لما طلع روحه وبعدين رقوه طلعوه على الراوتنج. يعني طلع روحه فيلانات بقى وبورت سكيورتي وكلام من ده، وبعدين لما رقوه واعتمدوا عليه طلعوا له الراوتنج. الراوتنج ده يعني كارثه، تمام؟ في واحد عمل ريستارت الراوترات تي داتا، فعشان البي جي بي ده يقوم كان بياخد 60 دقيقة. فهو راجل جديد غشيم يعني، فراح عامل ريستارت للبروتوكول.
تمام، هو في البحرين دلوقتي. البحرين ده البلاك هول بتاع الشبكات. وقع النت عن مصر ساعة. تمام. ما مش البحرين انت بالك فيها. البحرين اللي ما بيطلعش منها. بقول لك راح البحرين. البحرين غرقوه يعني. غرقوه اعتقلوه. اه والله. لا يا فندم ما سافرش البحرين، لما حد يقول لك البحرين في شبكات يعني اعتقلوه. عشان الساعة. يبقى عمل كارثة. يعني انت بتعملي ريستارت للراوترات بتاعتك ده جوه الشركة. واخده بالك انت؟ تصوري بقى ده قاعد على راوترات اي اس بي وعمل ريستارت. مش غلطة ولا مقصودة؟ ايا كان بقى غلطة ولا مقصودة ولا مين؟ ولا حد عملها فيه ايا كان يعني. هو كده كده الريسبونسبيلتي بتاعته هو شيل الجسم. خلاص. فالاوز بي اف فيرجن 2 ده ثلاث شباتر سيس ان اي شابتر هدرسه انا كبيزك نتورك للاوز بي اف، وبعدين في حاجات ادفانسد فيه في سمستر 3 ان شاء الله مع الدكتور مصطفى. طيب المبدا الثالث بقى عندنا اللي هو الاي جي بي، لما اجي اربط الشركات ببعضيها. لو انت عايز راوترات تي داتا تكلم راوترات لينك، او راوترات ما اعرفش مين تكلم راوترات ما اعرفش مين الثاني. فده ما شغالين بمبدا اسمه ايه؟ الباس فيكتور. ومفيش غير راوتنج بروتوكول وحيد اللي شغال بالمبدا ده، هو راوتنج بروتوكول خارجي الباشا، ده اللي مسمينه بقى ده الراجل الباشا بتاعنا اللي هو ايه؟ بوردر جيت واي بروتوكول. تمام. فالسيس ان بي هي عباره عن تلت بي جي بي وتلت اوز بي اف وتلت حاجات ثانيه بينه وبينكم يعني. الامتحان بتاع السيس ان بي روت بيجي كده. سيس ان بي راوتنج تلته بي جي بي وتلته اوز بي اف وتلته حاجات تانيه. تمام. وممكن لما تاخد كورس الراوتنج تروح تاخد الماتيريال بتاع سيس ان بي وتقراها، ايه المشكله يعني؟ هتلاقي نفسك فاهمها والله وتلاقي في حاجات لذيذه جدا. كورس الراوتنج اساسا بيعتمد على ايه؟ بيعتمد انت شايف المسارات قدامك وازاي تبرمج مسارات بالظبط فاهمني؟ وتلاقي الكوماندات بقت اسهل، ويعني انت شايف ان الجو صعب دلوقتي لانك بتاخد ديتيلز انت ما كانش عندك بقى معرفه قبل كده. انما بقى لما تاخد البيزك دي المعرفه بتاع سيس ان اي وتيجي تقرا في سيس ان بي، لو انت فاهم سيس ان اي كويس تلاقي الدنيا بجد ممتعه جدا صراحه. تمام كده؟ وزي هما بيكلمك بقى على المستوى الاستراتيجي بقى، يعني يكلمك ازاي شبكات بتكلم بعضها والباكيتات ازاي ماشيه وازاي بيبرمجوا الباكيتات وازاي بيعملوا الكواليتي اوف سيرفيس، يبقى كل لينك له الويت بتاعته. هتلاقي الحاجات بالنسبه لك بقت ممتعه يعني. طيب تعالوا كده نشوف مع بعضنا ازاي الدايناميك راوتنج بروتوكول شغال. يبقى احنا خدنا الشجره بتاع الراوتنج بروتوكول اهي يا جماعه، الشجره اللي قدامك بتاعه الروت. تمام. الراوتنج بروتوكول اي جي بي واي جي بي، اي جي بي جوه الشركه واي جي بي ما بين الشركات وبعضيها. الاي جي بي من حاجتين، ديستنس فيكتور ولينك ستيت. الاي جي بي من حاجه واحده اللي هي الباس فيكتور. الديستنس فيكتور في منا ناس شغالين ديستنس فيكتور وفي منهم ناس شغالين لينك ستيت. الباس فيكتور مفيش غير واحد بس اللي هو شغال باس فيكتور، اللي هو مين؟ البي جي بي. تعالوا نتكلم كده، لما جم يعملوا الراوتنج بروتوكول حصل لهم ايه؟ او فكروا فيه ازاي لما جم يعملوا الريب؟ احنا ما بنديش الريب فيرجن 1 غير ان احنا نمثل بيه بس. يعني ايه نمثل بيه؟ يعني انا هاجي اشغل لك الريب وكل المشاكل بتاعته هقول لك دي كانت مشكله في الريب وعشان كده طوروها في البروتوكولات الجديده بكذا، دي مشكله في الريب وعشان كده عملوا فيها كذا. هو الريب فيرجن 1 ملوش لازمه، يعني لما اجي اشرح الريب فيرجن 1 ملوش لازمه خالص، بس هو اللي بداوا بيه وعشان كده ظهر فيه كميه مشاكل عملوا فيها امبروفمنت. فانا لو جيت حكيت لك الامبروفمنت خالص على طول كده انت راجل مهندس هتقول لي طب هم جابوها منين؟ طب وهي ليه عملوها كده؟ فهو الاول احنا نشرح الريب فيرجن 1 عشان تعرف المشاكل بتاعته عشان لما اديك الامبروفمنت تبقى ايه؟ تبقى عارف. لسه اقوله بقى. تمام. طيب لما جم عملوا الراوتنج بروتوكول قال لك والله تصور كده لو ده راوتر اهو متوصل براوتر اهو متوصل براوتر اهو، كل راوتر من دول يا جماعه بيبقى عليه شبكات بتاعته صح كده اهو. يعني وليكن دي الشبكه 1.0، دي الشبكه 2.0، دي الشبكه 3.0، دي الشبكه 4.0. حلو. دوت يا جماعه بيطلع دي اسمها S1، دي اسمها S2،
او اف 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 واحد اهو، دي اسمها اس اتنين، ده اسمها اس تلاتة، ده اسمه اس اربعة، ده اسمه ايه اف اتنين مثلا، ده الراوتر ار واحد، ده الراوتر ار اتنين، ده الراوتر ار تلاتة. اتفقنا مع بعضنا ان كل راوتر بيبقى جواه حاجة اسمها راوتينج تيبل، وفي الاول خالص بيبقى كل راوتر جواه الشبكات اللي جنبه. فلو جينا بصينا على الراوتينج تيبل بتاع ار واحد هنلاقي مكتوب فيه ايه، واحد زيرو ومين واتنين زيرو، الشبكات اللي متوصلين بتوصيل مباشر. فالواحد اهو وده الاتنين اهي، صح كده، ار واحد، الواحد متوصلة بمين، بالفاست واحد. طب والاتنين متوصل بمين، بالسيريال واحد، والاتنين دايركت كونكت. ده الجدول بتاع مين يا جماعة، بتاع الراوتر الاولاني اهو اهو، صح كده. والاتنين دايركت كونكتد، فالكوست بتاعتهم بكام، بزيرو. الكوست دي اللي هي ايه يا جماعة، المترك. فكل راوتر بيبقى مخزن الشبكات اللي حواليه وعرفها ازاي، اللي هي السي، رمز السي او رمز الاس، وبيبقى متوصل بيها ازاي والمترك بتاعتها. لو رحنا للراوتر ار اتنين هنلاقي جواه مين، جواه شبكة اتنين زيرو وتلاتة زيرو، تمام، والاتنين دايركت كونكتد. بس الاتنين زيرو متوصل بيه بكام، باس اتنين، وتلاتة زيرو متوصل بكام، باس تلاتة، ودي بصفر ودي بصفر اهو. ده الجدول بتاع مين يا شباب، ده الجدول بتاع ار اتنين اهو اهو. الجدول بتاع ار تلاتة برضو اول ما بتشغله بيبقى عارف الشبكات اللي جنبه بس اهو، اللي هو مين، اللي هو تلاتة زيرو واربعة زيرو. تلاتة زيرو متوصل بايه، اس فور، واربعة زيرو اف اتنين، والاتنين بصفار، والاتنين دايركت كونكتد اهو. وكل راوتر بيبقى فيه الجدول بتاع مين بتاعه بس، الانفورميشن بتاعته بس. ده ات انيشال ستارت، في البدايه كل راوتر بيبقى عارف الشبكات اللي جنبه. الرب كان عامل ازاي، الرب كان بيقول لك كل 30 ثانيه ببعت رساله اسمها ابديت. يبقى اول ما هتشغل الرب حضرتك، اول راوتنج بروتوكول عملوه، كل 30 ثانيه الرب بيبعت لجاره رساله اسمها ابديت، تحديث. الابديت دي فيها يا باشمهندس، فيها كل الشبكات اللي موجوده في الراوتنج تيبل. فلو عندك اربع شبكات موجودين في الراوتنج تيبل، الرب يقوم عامل اربع رسائل تحديث للي جنبه، ايه الناحيه دي والناحيه دي والناحيه دي والناحيه دي، كل الانترفيس بتاعته. فالرب يا جماعه كان بياخد الشبكات اللي موجوده عنده في التيبل، خلاص كده، في الجدول. الرب اللي شغال على الراوتر الاولاني عنده 10 شبكات في الراوتر، ياخد 10 رسائل تحديث كل 30 ثانية، سواء حصل تشينج او ما حصلش يا باشمهندس. يعني سواء كان الشبكات دي اتغيرت او ما اتغيرتش، كل 30 ثانية يبعت للي جنبه الشبكات بتاعته. كان بيعرف بعد 30 ثانية بقى، كل شوية يا باشمهندس، وانت كل شوية تاخد الشبكات بتاعتك، الرب اللي عندك، وتبعتها لي. فانا كنت ببعت لمين، للبشمهندس خالد الشبكات بتاعتي، باشمهندس خالد ياخد كوبي منها، كوبي ايه يا عم، ياخدها يحطها عنده لو في عنده جديد او ما عندوش، وبعدين بعد 30 ثانيه بتوع ما يخلصهم ياخد الشبكات بتاعته ويبعتها للبشمهندس اهو ده اللي جنبه. فكل راوتر ياخد الابديت من اللي جنبه وابديت عنده ويبعت اللي جنبه كمان 30 ثانيه، كل 30 ثانيه الابديت ايه يطلع. وكل راوتر طبعا انت مشغل عليه الريب، التايمر بتاعه مختلف عن اللي جنبه او زي اللي جنبه، ما هيش فرق. بس عموما انا كراوتر بيطلع من عندي التحديث كل قد ايه، 30 ثانيه، سواء انضاف عندي شبكات جديده ولا لا. بس قبل ما ابعت لك التحديث زود الكوست بتاع الشبكات اللي عندك بواحد. قبل ما ابعت التحديث هزود الكوست بتاع الشبكه بواحد. ليه؟ هو انا مش الشبكه دي اهي عندي بزيرو، بس هي بالنسبه لك انت كراوتر بتبعد عنك بقد ايه؟ براوتر واحد. هي عندنا بزيرو،
فلما اجي ابعتها لك واقول لك هي عندي بزيرو، قبل ما ابعتها لك بزيرو ازود عليها بواحد، تيجي عندي ده بواحد. طب ده لو بيبعتها للي جنبه ازود واحد بقى باثنين. فانا قبل ما ابعت لك الشبكه ازود الكوست اللي عندي اللي هو بزيرو ده، لو بتاع ده كونكتد اخليه بايه؟ ازوده بواحد. طب لو عندي الكوست كام؟ واحد، يعني حد تاني مش الشبكه قبل ما ابعت لك ازوده خليه باثنين. يبقى يا جماعه تاني الرب ده من كل 30 ثانيه بيبعت التحديث بتاعه، والكارثه اللي كان بيعملها ان كان كل ما بيجي يبعت التحديث يبعت لك الشبكات كلها اللي في الجنب. يا عم ما انت لسه بعتها من 30 ثانيه، ابعتها لك تاني. فكان بيبعت الجدول الراوتنج تيبل بالكامل، تاخد الشبكات تحت كل مره اللي عندي وابعتها لجوه، وقبل ما يبعت الشبكه يزود التكييف واحد. وهتعملوها هتعملها عمل، الرب ده عمل عمل وهوريك وهو بيزود وبيعمل كل الكلام ده. يبقى تاني اول ما فكروا في الراوتنج بروتوكول، الراجل ده هيعمل ايه يا باشمهندسة؟ الراجل ده هو هيقوم واخد واحد زيرو استعنى على شقة بالله، ويقوم حاططها في رسالة هي عنده الشبكة واحد زيرو، هي المتر كان بكام؟ بزيرو، بقت بواحد. وعامل كمان رسالة في عنده شبكة اسمها ايه؟ اتنين زيرو اهي، هي المتر بتاعها بكام عندي؟ بزيرو، بقت بواحد. وابعتها من الانترفيس اللي اليمة دي ومن الانترفيس اللي اليمة دي لكل الفتحات اللي عندي مفتوح. اهو الراوتر اهو عنده فتحتين، واحده من السيريال كده وواحده من الفاست. هتروح للسويتش، السويتش ما فهمش شبكات، شايفهم فريمات جايه تشيك مش عارف برودكاست لكل الاجهزه. فلو عندك كان على السويتش ده اهو، شوفوا الكارثه بتاع الرب، كان عندك فيه 200 جهاز، حضرتك ال 200 جهاز هيستقبلوا الابديت بتاع الرب كل 30 ثانيه، ده كارثه. وبعدين يقعدوا ايه؟ يقشر الفريم ويوصل للاي بي، يبص على الاي بي يلاقي برودكاست، يقوم مطلعه للبورت نمبر، يبص على البورت نمبر بتاع الرب يلاقي 512، في عندي برنامج شغال على 512 اتش بي ولا اي حاجه؟ مفيش، دروب. كل 30 ثانيه يا باشمهندسه الاجهزه تقعد تعمل بروسيسنج اوفر هيد على شبكه فظيع. ايه؟ ملهاش اي لازمه. لا ده كمان الجهاز يخرب بيت سنينه، ده الجهاز ده الابديت ضايع، ده الابديت مكتوب فيه برودكاست ماك وبرودكاست اي بي، يعني كمان مش هيقع على لير 2 ولا لير 3، لا ده هيطلعه لحد البورت نمبر، هيوقع على مستوى لير 4. يا عم ده مش الراوتر لير 3؟ هو الراوتر مش لير 3 بيفهم بورت نمبر؟ ها بيفهم بورت نمبر؟ انا سيبك من الكلام اللي بيقولوه. لير 3 مين؟ ده هم مسمين الراوتر لير 3 ديفايس عشان بياخد القرار بتاعه بناء على الاي بي، انما الراوتر اساسا كمان محاضره هيشغلك دي اتش بي سيرفر، الدي اتش بي ده في لير 7. هو مسميينه لير 3 ديفايس عشان بياخد الديسيجن بتاعه بناء على مين؟ على لير 3، انما الراوتر بتاعك بيفهم لحد لير 4 ولير 7 كمان. كمان شويه كده هتعمل حاجه اسمها اكسس ليست، الاكسس ليست ديت هتقول له ايه؟ لما يجي لك باكت فيه بورت نمبر 80 وقعه، لما يجي لك باكت فيه بورت نمبر 443 عديه، بورت نمبر ده لير 4 صح؟ فالراوتر بتاعك بيفهم كل اللير دي، انما هو مسمينه لير 3 ديفايسز علشان بياخد الديسيجن بتاعه بناء على اي بي. حلو؟ طيب نرجع لموضوعنا تاني. فالراوتر بتاعي، الراوتر بتاعي اهو هياخد الشبكات اللي عنده ويبعتها برودكاست كده وبرودكاست كده. حلو قوي. الابديت ده لما يروح للراجل ده عند الشبكه واحد شيك عنده؟ لا ما عنديش، خزنها. طب جاي لي منين؟ انا سمعتها منين؟ هو الراجل ده بعتها لي، انا سمعتها من عند انا على السيريال 2 اهو. طب جالي بمتر كام؟ واحد. طب مين اللي جابها لي؟ الرب ار اهو، صح كده؟ تاني مش الراجل هيبعت له الابديت واحد زيرو؟ هيبعته لمين؟ لده. فده يستقبله منين؟ من اس 2 اهو. طب جايله بكوست كام؟ واحد اهو. طب هو مين اللي جابه له؟ الرب اهو. طب الابديت التاني، الابديت التاني اسمه كام؟ اتنين، اتنين زيرو. ايه ده؟ ده اتنين زيرو عندي. طب هي جايه بكوست كام؟ واحد. وانا عندي الكوست بتاعها كام؟ ده بتاعت احسن من بتاعته، ما خدهاش.
في الراوتنج تيبل بقى موجود احسن طريق بس انا عندي بزيرو واللي جنبي بيديها لي بواحد ولا ليه دعوه بيه ارميه. حلو. لما الراجل ده هو التايمر بتاعه يحصل له اكسباير يعني هيبعت ابديت يجهز الابديت دول في رسائل ابديت بقى عنده كام رساله بقى؟ 3 2 0 و 3 0 وايه؟ و 4 0. الاثنين كان ب 0 بقت المتر بتاعها بكام؟ 1. طب ال 3 كان ب 0 بقى المتر بتاعها بكام؟ 1. طب ال 1 دي 1 مش 4 على فكره دي 1 اهي 1 0. ال 1 كان ب 0 كان ب 1 بكام؟ 2. ما بيزود المتر بواحده قبل ما يبعت ويبعت اليمادي ويبعت اليمادي. الشبكات دي هتروح لمين؟ للراجل ده. 2 0 2 0 مش موجوده عندي. جالب متر كام؟ 1 اهي. طب انا سمعتها من على اي بورت؟ من على البورت سيريال 1. ما هو الراجل ده اللي بعتها لي اهو. او سيريال 4 سيريال 4 اهو. مين اللي جابها لي؟ الرب. طب عندي شبكه ثانيه 3 جالب 1 وانا عندي بزيرو ما خدهاش. طب عندي الشبكه 1 ما هوش موجوده عندي اهي. سمعتها برضو من على نفس الانترفيس بس جالب كام؟ ب2. يقعدوا يبدلوا ابديت مع بعض كل 30 ثانيه. ما بينسحش القديم بيعمل اوفر رايد عليه صح كده. كل 30 ثانيه مضيع الترافيك اللي ما بين الراوترين وبعض. وخد بالك سنه 70 ده يعني كان شغال دايل اب مثلا ولا حاجه يعني حاجه كده يعني سواد. بس انت عارف انا بتتكلم في نتورك سنه 70 يعني يعني كان ايام مين فريم والحاجات دي. هو الريب اساسا كانوا عاملوها على فكره لليونكس. كان بيعمل ديسكفر لسيرفرات اليونكس الريب كان ما كانش المقصود بيه راوتنج بالكل خالص. طيب تعالوا نمسح بس اللي تحت ده كده. هتنهم ماشيين لحد امتى يا جماعه؟ لحد ما الراوتنج تيبل بتاع كل واحد فيهم يعرف كل الشبكات بتاعت مين؟ بتاع اللي جنبه. يعني الراجل ده انا عندي كام شبكه هنا؟ عندي كام شبكه؟ 1 2 3 4. يبقى كل راوتر او كل راوتنج تيبل فيه كام شبكه؟ 4 شبكات اهو. فالراجل ده هيبقى عنده 3 0 و 4 0. طب 3 0 فين؟ انا واقف هنا بوصله من انهي بورت؟ من السيريال كام؟ سيريال 1 اهو سيريال 1. طب الثلاثه بتبعد عني كام راوتر؟ راوتر 1. انا واقف هنا يا شباب عايز اوصل للثلاثه هعدي على راوتر 1 اهو عشان اوصل للثلاثه اهو 1. طب ال 4 0 هعدي على كام راوتر؟ 2. وده ار وده ار. طب الراجل ده ناقصه بس كام؟ عنده 1 و3 و2 يبقى ناقصه كام؟ 4. ار اهو. انا واقف في النص هنا فين 4 اهي. حد على كام راوتر في السكه؟ 1 اهو. طيب الاربعه دي من انهي انترفيس من عندي؟ من يمه اس 3 اهو. طب بعد ما كل راوتر يعرف الشبكات بتاعت جاره وبتاعت جاره يعرف الشبكات اللي عنده في الشركه هيسكتهم؟ لا، هيتنهم يبعتوا الابديت برضه سواء حصل تشينج او ما حصلش. فبيسموا الابديت في الحاله دي حاجه اسمها بريوديك ابديت. يعني ايه بريوديك ابديت؟ دوري. القطر بيطلع كل 30 ثانيه بحمل فيه ايه؟ الشبكات اللي عندي. فالرب كان بيبعت الابديت بتاعه بريوديك ودي كارثه. اولا بيضيع الترافيك او اللينكات اللي ما بين الايه الراوترات وبعضيها. كل 30 ثانيه هبعت لك نفس الشبكات تاني سواء حصل تشينج او ما حصلش. تمام. لما يبقى كل راوتنج تيبل في نفس الانفورميشن بنسمي الشبكه كده وصلت لحاله اسمها الكونفرجنس ستيت. وده سؤال جاي في الامتحان. يعني ايه وصلنا الكونفرجنس ستيت؟ يعني الراوتنج تيبل ما عادش فيه معلومات جديده بتنضاف ليها، بيجي ابديت اي بس ما بيضيفلوش جديد. وصلنا لمرحله من الثبات بيسموها الكونسيستنت ستيت. ففي الامتحان لما تلاقي كلمه كونسيستنت ستيت على طول تختار كونفرجنس. لقيت كونفرجنس تختار كونسيستنت ستيت. كونسيستنس يعني ايه يا جماعه؟ يعني ما فيش معلومات جديده بتنضاف عندك في الراوتنج تيبل جاي من اي بي جاي من ابديت. انا عرفت كل الشبكات اللي موجوده في الشركه خلاص. كل الراوتنج تيبل في نفس المعلومات خلاص.
يبقى الراوتنج تيبل بتاعي يا جماعه لما يبقى فيه كل الشبكات اللي موجوده في الشركه، انا كده وصلت الشبكه بتاعتي لمرحله اسمها ايه؟ كونفرجنس ستيت. تمام. البروتوكول اللي بيوصل الشبكه الكونفرجنس ستيت اسرع احسن. عندك الريب والاي جي ار بي والاوس بي اف ثواني لا اعرف 20 راوتر على بعضهم، الريب بطيء شويه، فالراوتنج بروتوكول الاسرع في الكونفرجنس ستيت تايم احسن. لا بيعرف شبكه بسرعه على بعضيها، اول ما الشبكه تقوم تلاقي كله عارف بعضه. فالراوتر بتاع اسوان عارف ان موجود شبكه 1 2 3 4 5 في طنطا او في القاهره. فالراوتنج بروتوكول اللي بيعرف الراوترات على الشبكات البعيده اسرع، او اللي بيوصل الراوترات لمرحله او للحاله بتاع الكونفرجن ستيت اسرع بيكون افضل. فاحنا لما نيجي نقارن ما بين راوتنج بروتوكول وبعضيها بنقارن في معيار اسمه الكونفرجنس. انت هتوصل الشبكه لمرحله ثبات بعد كام ثانيه؟ فيقول لك الاوس بي اف والاي جي ار بي سرعه جدا طبعا. تمام؟ ها مش باشمهندس منور معايا كده؟ ايه فايده الترانك بقى؟ بيخلي الفيلان 10 تكلم فيلان 10. خدي بالك لازم تفرق بين الترانك والانتر فيلان. ايه؟ ايوه تحت هو، ما انا بكتب تحت انا. هو انا مش هنا؟ هنا 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 واقف هنا اهو صح؟ عشان اوصل للشبكه واحد اخرج من اني بورت؟ اس 4 اهو. انا بكتب بتاعتي الانترفيس بتاعتي اللي بخرج بيها، مش انا هنا اهو؟ فين فين واحد؟ هناك اهي. تمام؟ عشان اروح للشبكه واحد اخرج من اس 4 ولا اخرج من اف 2؟ اس 4. فدي كلها يا جماعه الاكزيت انترفيس تحت انا بتاع الراوتر ذات نفسه اللي يمت الشبكه. فهماني؟ انا مش دعوه بتاعته هو هناك. اللي ده تحت انا. ها؟ انا عايز اوصل للبشمهندس السيد اخرج من الفتحه دي. صح كده؟ فبكتب بتحت انا. طيب. يلا كده عشان النظر ده يخلص بقى عشان ناخد العمل، يلا بقى. لا خلاص. كونستنت ستيت. حالة الثبات. كونفرجنس ستيت وكونستنت ستيت. يعني ايه كونفرجن ستيت؟ مفيش معلومات جديده بتنضاف، عمال الراجل يديني ابديت ومفيش جديد بينضاف. طبعا العمليه دي وقعتهم في كارثه. وكان الكارثه دي بنشرحها قبل كده في فيرجن 3 اللي كان قبل ده فيرجن 4 في شابتر كامل. هنشرحها لك دلوقتي في دقيقتين كده، ايه الكارثه اللي حصلت دي؟ يعني كان في شابتر كامل اسمه بيحصل عندنا كارثه اسمه الراوتنج لوب. ايه الراوتنج لوب؟ يعني ايه كلمه راوتنج لوب؟ رايح جاي اقعد اشوط لك الباكت وانت تشطها لي من غير ما الباكت توصل للديستنيشن بتاعتها. الراوترات تقعد تدلع مع بعضها كده في النص. ابعت الباكت اللي بعدي واللي بعدي يرجعها لي تاني، ابعتها له وهو يرجعها لي تاني. حصلت ازاي دي يا باشمهندس؟ هحكي لك القصه اهو حصلت ازاي. بص حصلت ازاي؟ حصلت عشان البريودك ابديت اللي هم بيعملوه ده. ها بص كده افهم بقى نتورك كده معلش اهو. تعال نمسح البتاع دي خالص. مش عارف ايه الخط اللي احنا عاملينه ده. اهو. في لحظه من اللحظات الشبكه بتاعتنا اللي هي 4 دي وقعت. اوبا حصل لها كراش. تمام كده يا باشمهندسة؟ فقام الراوتر اللي عنده الشبكه وقعت هو اللي حس، فقام عامل ايه؟ شايلها. اهو. هي وقعت فشلها. بس للاسف كان التايمر بتاعه لسه عند 24 سكند، يعني فاضل له 24 سكند عشان يبعت الابديت للي جنبه يقول له الشبكه وقعت. مش هو كده كده ما بيعرفش يبعت اي ابديت غير كل 30 ثانيه؟ فالتايمر بتاعه كان عدى منه بس 6 ثواني، هو بيعدي 30 29 28 عكسي. فالشبكه عندي وقعت بس انا مش قادر اقول للبشمهندسه غادة عليها. تمام؟ لان التايمر بتاعي لسه عند 24 سكند. في اللحظه دي كان عند الباشمهندسه غاده التايمر وصل زيرو، يعني القطر طلع من عندها. فهتعمل ايه بقى؟ هتعمل كارثه اهو. شوف الرب هيعمل ايه بقى؟ اهو. قامت هي بمنتهى البساطه هي بتعمل ايه في الابديت بتاعها؟
بتاخد كل الشبكات بتاعتها وتبعتها لجيرانها، فهي بتبعت الابديت، بعتت لي الشبكه 4 في الابديت بتاعها. هو كده هيبص على اللي انا بعتها. بصي اهو ده الدنيا ده كارثه اهو. قامت جايه واخده هي شبكه 4، مش هي عندها ابديت 4 اهو، فقامت عامله 4 زيرو كده، مؤتمر عندها خلص، وبتبعد عني المترك بواحد بيبقى باتنين، وقامت بعتها كده وبعتها كده. اوبا يا عم ده شبكه 4 دي وقعت، ما تعرفش. فقامت بعتها لنا شبكه 4. ببص عندي في الجدول ما لقيتش حاجه اسمها 4، فقمت جاي مخزنها. وهي واقعه. صح؟ هو انا شلتها. فما عادتش موجوده عندي. شالها وكان كان فاضل يبعتها للي جنبه يقول له الشبكه وقعت. فراحت الباشمهندسه بعتها لي قبل ما انا قبل ما التايمر بتاعي ينبعت ان الشبكه 4 دي عندها. وبتبعد عندها بكام راوتر؟ 2. فانا فكرت لا ما كانش انترج ده في السبعينات، انترج انت مين؟ تمام؟ فاول ما حصل كده الراجل راح مخزن 4 0، بس هو سامعها منين؟ من الباشمهندسه غاده جنبه اهي، من على السيريال كام؟ اس 4 اهو، اس 4. يا سلام. الباشمهندس علاء بقى قاعد فين؟ قاعد في سنترال طنطا اهو، بيبنج على اس 4 اهو. هنا كده بيبعت معلومة لجهاز اسمه 4-2، فالمعلومة طلعت على الراوتر بتاعه 4، عشان توصل 4 اخرج من اس 1، عينيا خرج من اس 1 للحرف اللي جنبه، عشان تروح للاس 4 فين اس 4؟ اخرج من اس 3، خرجوا من اس 3، عشان تروح للاس 4 اخرج من اس 4، عيني اس 4، روح للراجل ده، عشان تروح للاس 4 يبص عنده جوه الجدول، اخرج من اس 3، من عينيا اس 3 ده، عشان تخرج روح من يا تعنكوا بقى ايه، يعملوا لوب مع بعض كده للصبح، والشبكه ضايعه طبعا اهي، كانت كارثه عشان البريودك ابديت ده. اللوب دوت يا باشمهندس اسمه ايه المشكله دي؟ المشكله دي كانت بتقرقهم جدا، اسمها ايه؟ الراوتنج لوب. هو انا بص يا باشمهندس المفروض اروح اقول لك اعملي سيرش على الحلول بتاع الراوتنج جروب على جوجل، بس انا هطلع معاك الجدع واقولهم لك خلاص. تمام. اول حاجه عملوها كلنا بنستخدمها وخدتوها مع الباشمهندس سامي في السمستر الاولاني، في الباكت في فيلد اسمه تي تي ال، اختصار كلمه التايم تو ليف. من عند الجهاز اللي بيعمل الباكت بيحط قيمه في التي تي ال ده وليكن 15 باي ديفولت. كل ما الباكت تعدى على راوتر بينقص منها واحد، بقت 14 عند الراوتر الثاني، بقت 13 عند الراوتر الثالث، بقت 12 عند الراوتر الرابع. لو وصلت القيمه دي عند راوتر بواحد ونقص واحد وبقت بزيرو يوقع الباكت. فالباكت اللي بتلف عندي في النص دي مش هتلف اكتر من كام؟ من 15 مره اهي. الباكت اللي عماله تلف دي موجود جواها تي تي ال، هو كل ما بتعدي على راوتر بيعمل فيها ايه؟ ينقصها بواحد. هو ده فايده الفيلد تي تي ال. انت خدت الاي بي هيدر في النتورك لاير في السمستر الاولاني، كان في فيلد اسمه تي تي ال، لما يجي جهازك يبعت اي معلومه بيحط قيمه في التي تي ال دي، باي ديفولت هي 15، كانت 15 بتنقص عند كل هوب، عند كل راوتر مش عند كل سويتش، ما تضيعنيش والنبي. عند كل راوتر تمام، عند كل جهاز بيفهم لير 3، يعني بيخش جوه الهيدر بتاع لير 3. اما لو عدت على سويتش، سويتش اساسا ما بيغيرش في لير 3، فكل راوتر بينقصها بواحد. فدي هتوقع الباكت اللي عماله تلف، بس ما حلتش المشكله بتاعت اللوب. صح كده؟ ده اول حل التي تي ال. وجاي لك سؤال في الامتحان الدولي، يقول لك والله واحد باع الباكت من جهازه وهي دلوقتي عند الراوتر 2، فقيمه التي تي ال بكام؟ باعتبار ان هو بادئ التي تي ال ب 255. 254 او 253 ضروره الثالث باين لا هي بدات من عند 255 اللي بعد 254 253 الاجابه صح 253 تمام خلاص كده. فالديفولت بتاعتها كان كام؟ 15 والتي تي ال دي بيبان في البنج. طب تاني حاجه، تاني حاجه عملوا تكنيك على كل الراوترات اسمه سبليت هورايزون. سبليت هورايزون، السبليت هورايزون ده انا بقول للباشمهندس علاء انا اخويا اسمه احمد، يروح هو يقول انت اخوك اسمه احمد؟
الشبكات اللي انا قايل لك عليها ما ترجعش تقول لي عليها تاني. فالشبكات اللي جات لك من على انترفيس الراوتر اللي سمعتها من على الانترفيس، لما تيجي تبعتها في الابديت ما تبعتهاش من على الانترفيس دي، ابعتها من على الانترفيس التاني. ده اللي سبليت هورايزون. تاني بقى، تاني هو الراجل ده هو كان ايه؟ كان عنده شبكه 4.0، هو اللي قايلها للراجل ده في الاول صح؟ اهو يعني الراجل ده قال له ايه؟ انا عندي شبكه 4.0. الراجل ده سمعها منين؟ من على السيريال 3. 4.0 منين؟ من على السيريال 3. الراجل ده في الابديت بتاعه لما يجي يبعت 4.0 ما يبعتهاش من 3، مش هو سمعها من 3؟ ما يبعتهاش من 3 تاني. فالشبكات اللي جالي من اليمادي لما بعتها في الابديت ابعتها اليمادي، واللي جالي من اليمادي لما يبعتها في الابديت ابعتها اليمادي. يبقى الابديت اللي بيجي لي من على انترفيس ما رجعوش تاني مع نفس الانترفيس الابديت بتاعي. فالشبكات اللي جالي من على يميني ابعتها شمال في الابديت بتاعي، والشبكات اللي جايه من على الشمال ابعتها على اليمين. تاني بقى، تاني مش الشبكه دي بتاعتي وانا اللي قايل لك عليها يا باشمهندسه غدا صح كده؟ ما ترجعيش حضرتك لما تيجي تبعت الابديت تبعتها لي تاني، ابعتي لي الشبكات كلها ما عدا دي. فالراوترات بتبقى ممنوعه بحاجه اسمها السبريت هورايزون. يعني ايه سبريت هورايزون؟ يعني بنفصل كده الدنيا اهو، بنفصل بنعمل خط كده اهو. اهو الشبكات اللي جايه من اليمادي ابعتها في الابديت بتاعي كده، والشبكات اللي انا سمعتها من اليمادي ابعتها كده العكس. فده هيوفر في الابديت، بدل ما ابعت 4 شبكات هبعت لك 2 اللي هم على شمال، مش هبعت لك اللي على يميني بقى خلاص صح كده؟ واليمه الثانيه لما اجي ابعت الاربعه انا مش هبعت الاربعه، هبعت 2 بس صح كده؟ فيوفر لي في الابديت. ده اللي كل الراوترات عندنا موجود عليها التكنيك ده باي ديفولت السبريت هورايزون. فلو الراوتر بتاعك سمع شبكه من على ودن، لما يجي يبعتها في الابديت يبعتها من كل الودان بتوعه ما عدا الودن دي. يعني ده انت اللي قايلها، ارجع اقولها لك تاني ازاي؟ تمام. طيب عندنا التكنيك الثالث بقى اللي عملوه. طيب ماشي. بالظبط لا لا واربعه وثلاثه كمان. يعني الرسمه بتاعتنا يا باشمهندسه هدى كانت كده، كانت كده يا باشمهندسه هدى صح؟ اهي مش هي كانت كده بالظبط؟ بص كده 4.0 وده 3.0 وده 2.0 وده 1.0. الراجل ده من المفترض من عنده يكون موجود عنده 1 و2 و3 و4 في الابديت بتاعه. لما يجي يبعت الابديت، لما يجي يبعت الابديت اليمادي يبعت 1 و2، لما يجي يبعت الابديت اليمادي يبعت 3 و4. مش هو شاف الشبكه 1 والشبكه 2 من على الانترفيس ده اهو اللي هو السيريال ده اهو اللي هو كام اسمه سيريال 2 او سيريال 3؟ اسمه سيريال 2. شايف 1 و2 دي من على سيريال كام؟ سيريال 2. وشايف 3 و4 منين؟ من على سيريال 3. فلما اجي ابعت الابديت 1 و2 ابعتهم على 3، و3 و4 ابعتهم منين؟ على 2 بس خلاص بقى. ده معنى السبليت هورايزون. يبقى ده تكنيك تاني موجود على كل الراوترات اسمه الايه؟ السبليت هورايزون. وللاسف بيجي كتير جدا في سيس ان بي وبيجي كتير جدا في الامتحان وهو اصلا مش مشروع. طيب تالت تكنيك عملوه بقى اسمه الهولد داون تايم. الهولد داون تايم. ايه الهولد داون تايم؟ بصي مش الشبكه دي وقعت؟ اول ما الشبكه تقع من عندك، من عندك انت، اول ما تحس بيها من ار 3 اهو، كان عنده شبكه اسمها ار 4.0 عارفها منين؟ من الفاست 1 اهو. اول ما الشبكه بتقع من عندك ما تشيلهاش، حطها على الهولد مدة 180 ثانية. يعني ايه احطها على الهولد؟ مش هحذفها من الراوتنج تيبل، بعلقها، بعمل لها سسبند لمدة 180 ثانية. يعني ايه هولد؟ يعني لو جالي عنها أي أبديت ماخدوش إلا ما ال 180 ثانية يخلصوا. فال 180 ثانية دي معناها إيه يا جماعة؟ معناها إن الأبديت مشي والأبديت اللي وراه مشي والأبديت ست أبديت. طب يبقى كل 30 ثانية. فالشبكة لما تقع ما اشيلهاش لمدة 180 ثانية، احطها في الهولد. هكون انا بعت الابديت ليهم اللي بعدي ان الشبكة دي وقعت.
عرفوا ده ست راوترات بعد يكون عارف تمام. وبعد ال 180 ثانيه لو الشبكه ما رجعتش اولا ده بيساعدني ان انا اتغلب على الراوتر الجنوب، ثانيا بيساعد الريب ان هو يحافظ على الايه على الاستابيليتي بتاعه الشبكه ان مش كل شويه يقعد يغير الراوتر كتير. نتكلم على مستوى النتورك تمام. بعد ما 180 ثانيه يعدوا الشبكه ما رجعتش يبدا يلغيه. بيلغاه بعد قد ايه؟ بعد 60 ثانيه اهو 180 ثانيه بعد ال 180 60 ثانيه. التايمر بتاع 180 زائد 60 ثانيه دول بيقولوا عليها باشمهندس علاء اللي هو لازم ان يلغي الشبكه ده اسمه الفلاش تايمر. فلاش تايمر الغيها بيقعد يلغي فيها 60 ثانيه. يبقى هو تاني بيحطها في الهولد 180 ثانيه والله رجعت رجعها وما رجعتش يقعد يلغي فيها 60 ثانيه. ال 180 و 60 كام؟ 240. ال 240 دول اللي هم الفلاش تايمر. يبقى الريب لما يجي لك في الانترفيو بيقول لك بيشيل الشبكه بعد قد ايه؟ بعد 240 ثانيه تمام. طب ال 180 ثانيه دي معناها ايه؟ الاول لما نيجي نعمل ترابل شوتنج مكتوب جنبها بوسبل داون تمام تكون واحد. طب وهو لو قامت بقى الاحسن لو قامت لو قامت خلاص يرجعها مباشره مباشره خلاص يعني 180 ثانيه هيرجع بقى بتاعته وبقيت عنده زيرو بقيت زيرو. يعني لو في ابديت جاي هيجي له ابديت مش بيبقاش احسن من الزيرو بالظبط تمام. 180 ثانيه لا هو حطها في الهولد ما بعتش حاجه خالص عنها ما بعتش حاجه عنها هو لا بعت لغايه ان الشبكه وقعت. ان الشبكه ان بوسبل داون ان الشبكه احتمال تكون وقعت فبعرف اللي جنب ان الشبكه بوسبل داون احتمال تكون وقعت انا مش متاكد تمام. فمحدش هيبعت لك عليها ابديت تاني ال 180 ثانيه. طب ال 180 ثانيه عدوا وما جاش عليها اي حاجه خالص ولا رجعت ولا الراجل قومها ولا اي حاجه يبدا 60 ثانيه يشيل فيه. 60 ثانيه دول اللي هم الفلاش تايم. يبقى الفلاش تايمر قد ايه؟ طب في ال 60 ثانيه ال 60 ثانيه الابديت بتاعها ما هو يعني ولا منها موجوده ولا منها ما هو كده كل الناس اللي بعده عرفوا ان هي ما عادتش موجوده فما حدش فيهم هيتكلم خالص عنها خالص. طب قول لي قعد 60 ثانيه 60 ثانيه بروسيسنج جوه في قلب الراوتر 60 ثانيه دي يعني دقيقه ما يمكن تشتغل ويرجع يقول لي تشتغل لا لو رجعت في الفلاش تايمر لو جالي ابديت في الفلاش تايمر هاخدها هاخدها ماشي ما هو ال 60 دول عشان يوصل بالظبط. هي الفلاش تايمر معناها خلاص ديليتد بقى كل اللي حواليها عارف ان هي خلاص احتمال تكون وقعت فمش هيبعت عليها ابديت. يبقى احنا عندنا يا جماعه كام 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 تكنيك دلوقتي؟ ثلاثه تي تي ال سبليت هورايزون وايه؟ والهول داون تايم. اخر تايمر عندنا اخر اخر اسف تكنيك عندنا انا بعت لهم قلت لهم ان هي فلاش تايمر اه انا بس يعني انا هبعتهم زي ما الفيلم موجود يعني هم هيبعتوا لي ازاي وانا اللي ببعت لهم. انا هقول لك اهو بقى هقول لك اهو في يا جماعه حاجه انتم كمان بس ما خدتوهاش حاجه اسمها ماكسيمم مترك. ماكسيمم مترك اي شبكه بيحس ان هي وقعت بيقوم حاطط لها مترك 16 اللي هي البوسبل داون يعني وبيقعد يبعت للناس 16 16 دي يعني ايه الشبكه احتمال تكون وقعت 16 دي بالنسبه للريب انريتشابل لان الريب اخره 15 راوتر. فاي راوتر شغال ريب هيجي له شبكه بمترك 16 دي معناها انريتشابل. فهو اول ما يحطها في الهولد بيبعت مترك بتاعها لكل الناس مش واحد ولا اثنين ولا ثلاثه 16. تيجي للراوتر اللي بعده يخزنها عنده ب 16 تيجي للراوتر اللي بعده توصل عنده ب 16 16 دي يعني ما تبعتش هفش ما تبعتش الابديت 16 دي معناها ما تبعتهاش ليا في الابديت. فانا الشبكه عندي احتمال تكون وقعت لما اجي ابعتها في الابديت ببعتها بكام؟ ب 16. لو عندي المهندس علاء الشبكه وصلت ب 16 معناها احتمال تكون وقعت دي انريتشابل فابدا اشيل فيها نور اخر ادخلها في الهولد و 60 ثانيه اشيلها من عندي اللي بعدي في الهولد و 60 ثانيه اشيلها من عنده. فالمترك بتاع الشبكه دي ما بتتلغيش مره واحده هي في الهولد عامل لها ماكسيمم فاليو اللي هي بكام؟ 16. بس يا سيدي ده كده التكنيكس ازاي بايه بيعمل اللوب. طيب الراوتنج بروتوكول عندنا بقى علشان المشاكل دي الراوتنج ابديت اهو الراوتنج ابديت زمان في الريب فيرجن 1 كانوا بيبعتوا الابديت بريودك شكل مين؟ شكل الريب فيرجن 1 والريب فيرجن 2. دلوقتي الراوتنج ابديت بينبعت في كل الراوتنج بروتوكول الجديده
تريجرد. يعني ايه تريجرد؟ اول ما يحصل تشينج الابديت يطلع، اول ما الشبكه تقع الراجل بتاع طنطا ده يبعت لك يقول لك الشبكه 4-0 وقعت. تريجرد معناها ان الابديت بيطلع بناء على التشينج. تريجرد يعني ايه؟ عارف انت الزناد بتاع المسدس تضغط على زناد الرصاصه تطلع، اهو ده الابديت. اول ما تضغط على الزناد اول ما التشينج يحصل الابديت يطلع على طول. التاني ده بيعمل الجديد كله بيعمل تريجرد. شكل مين؟ شكل الاوز بي اف والاي جي ار بي. الابديت بتاعهم بيطلع تريجرد. تريجرد يعني ايه؟ لو الشبكه انضافت يوم باعت ابديت، لو شبكه انشالت يوم باعت ابديت، لو الانترفيس اب يوم باعت ابديت، انترفيس داون يوم باعت ابديت. ما ينتظرش القطر، ما ينتظرش حد يقول له معلومه غلط. التاني كانت مشكلته ايه؟ ال 24 سكند اللي كانوا فاضلين في التايمر. انما ده اول ما التشنج يحصل يبعت الابديت. طيب زمان، زمان الابديت بتاعنا ها مفيش ابديت، موفر الترافيك بتاعي. تصور في التريجرد، التريجرد يا جماعه مفيش تشينج مش هبعت للراوتر اللي جنبه ابديت. من قلت له خلاص في الاول مره وعرفت الشبكات اللي عندي، هو عرفني الشبكات اللي عنده، بيبعته بس يا باشمهندس هتلاقيك عارفها الرساله دي عندكم في السنترالات، حاجه اسمها كيب لايف مسج. كل شويه ابعت لغدا ايه صباح الخير ان انتم موجودين يعني، صح كده؟ اسمها هلو، رساله اسمها هلو، تمام كده؟ ما انا ما بعتوش ابديت. بيسموها كيب لايف مسج، سيجنال كده ببعتها له. طيب الابديت بتاعنا كان زمان، كان لما يجي يبعت الابديت كان راجل تعبان قوي، كان بيبعت الراوتنج تيبل كله، انتاير راوتنج تيبل. يا نهار ابيض، كل مره عندي 10 شبكات في التيبل ابعتهم لك. ده انت كارثه يا عم، انت بعتهم لي مره قبل كده هبعتهم لك تاني. شكل الريد فيرجن 1 والريد فيرجن 2. دلوقتي الابديت يا جماعه طوروه، بقى بيبعت الجزء اللي حصل فيه التشينج بس، بارشل ابديت، الجزء اللي حصل فيه تغيير بس، تمام؟ والله اتغير هبعت لك، ما اتغيرش مش هبعت، ولما اجي ابعت لك الابديت مش هعيد لك الجدول من الاول، هبعت لك الشبكه اللي انضافت او الشبكه اللي انشالت. حلو؟ ده بيسموه بارشل ابديت. انا مش دعوه بالتريجر، انا خلاص التريجر. الفرق ما بين البريودك والتريجر ده ايه؟ البريودك ده بيبعت كل 30 ثانية، تريجر لما يحصل تشينج يبعت ايه؟ الابديت. ده جديد، يبقى هم سابوا القديم تايمر وخلوه ايه؟ تريجر، تمام؟ طيب كان زمان الرب كل مرة يبعت الشبكات كلها اللي في الراوتنج تيب. دلوقتي لو انت شغال اي جي ار بي ما يبعتش غير الشبكة اللي حصل فيها التشينج بس. طب ما فيش تشينج ما يبعتش، ولما اجي ابعت لك الجزء اللي حصل فيه التشينج، اربعه وقعت بس، ما بعتش واحد ولا اثنين ولا ثلاثه، كان الريب يبعت واحد واثنين وثلاثه، تمام؟ فكان الريب بيبعت اربع رسائل، اما الاي جي ار بي والاوس بي اف بيبعت بس اللي حصل فيه التشينج بس. حلو؟ طيب ها الابديت بتاعنا كان بيتبعت زمان برودكاست. يا نهار ابيض، ده كارثه يا باشمهندس، والله ده كارثه. برود ايه الابديت؟ اسف، هنا ده ابديت اهو، الابديت بتاعنا لو انت شغال ريب فيرجن 1 كان بيحط المسج بتاع الابديت فيها ديستنيشن اي بي 4255 لكله. يا نهار ابيض، انت عارف ده ايه يا باشمهندس؟ باشمهندس خالد، يعني الرساله جات لك فيها 4255. انت عارف لو انا راوتر وشغال على سويتش وفينا راوتر تاني وفينا راوتر تالت وفي هنا 5000 جهاز اهو اهو، وده راجل شغال ريب وده راجل شغال اوز بي اف وده راجل شغال اوز بي اف، كانت الرساله بتطلع كده، دي رساله الابديت اهي، فيها ديستنيشن اي بي 4255 فيها ديستنيشن ماك 12 اف، ما ده برودكاست ماك، عشان لما تروح للسويتش السويتش ما يفهمش اي بي، يفهم ايه؟ ماكات. بس السورس اي بي مين؟ البورت اللي بيبعت. والسورس ماك مين؟
البورت اللي بيبعت، مش كل رساله بيبقى لها سورس اي بي وسورس ماك وديستنيشن اي بي وديستنيشن ماك. السورس الاي بي بتوع الانترفيس والسورس ماك بتاع الانترفيس. طب السورس ماك الديستنيشن ماك والديستنيشن اي بي 4255 و12 اف. 12 اف ده اللي هو البرودكاست ماك، يعني لما الفريم ده يروح للسويتش هو ما بيقراش غير الماكات، يخرجوا من كل البورتات. راجل خير يعني. فالرساله هتطلع كده بتتمخطر كده تروح للسويتش بتاعك يلاقي 12 اف. يلا يا باشا ربنا يوفقك، ربنا يوفقك، ربنا يوفقك. اهو السويتش يقعد يعمل عدد فريمات بعدد الاجهزه اللي موجوده على البورتات بتاعته على الفاضي. تروح الرساله للجهاز، بص الجهاز يعمل ايه، يبص على الديستنيشن ماك، هو ده بتاعي ده 12 اف بتاع كل الناس قشره. طب نشوف بقى الديستنيشن اي بي بتاعه ولا لا. بتاعي لا، ده بتاع كل الناس قشره. خش بقى جوه في بورت نمبر، البورت نمبر بتاع الريب اسمه ايه 512. انا عندي فيه برنامج شغال رقمه 512 كبورت نمبر، لا وقع الباكت. كل 30 ثانيه الاجهزه بتعمل كده، يجي لها الابديت تعمل بروسيسنج ليه. بروسيسنج ليه يعني ايه؟ طلعه من لير 2 لقيت فيه بتاع كل الناس، طلعه لير 3 لقيت فيه كل الناس، طلعه لير 4 اللي هو البورت نمبر، ما هو جهاز الكمبيوتر بيفهم بورت نمبر، يوقع الفريم. تصور البرودكاست ده كان بيحصل في الريب وكل الاجهزه تشتغل بقى وكارت الشبكه بتاعك عمال يشتغل وبرودكاست كل شويه. طب والحل نعمل ايه في الموضوع ده؟ قاموا مطلعين حاجه خدتوها انتم في السمستر الاولاني اسمها المالتي كاست. اي بي اللي هو كلاس كام؟ كلاس دي. المالتي كاست اهو. الابديت بتاعي مالتي كاست بينبعت بس اللي شغال نفس الراوتنج بروتوكول بتاعي. تعال نشوف بقى المالتي كاست. يقول لك والله الاي جي ار بي لما يجي يبعت الرساله بتاعته بيبعتها على ديستنيشن اي بي 224.009. ده مين يا جماعه؟ ده العنوان بتاع كل الراوترات اللي شغاله اي جي ار بي بس. تمام كده؟ ها اسف ده الريب فيرجن 2. لا لا ده الريب فيرجن 2 اسف، ده 10. كل الراوترات اللي شغاله اي جي ار بي. طب الريب فيرجن 2 حسنوها في الفيرجن 2 224.009 تمام. طب الاوز بي اف 224.005. تعال بس نشوف قصه المالتي كاست دي ايه. خدتوها انتم وقال لك ايه علشان تبعت رساله مالتي كاست. مالتي كاست دي يعني ايه؟ وان تو ميني. يعني ايه وان تو ميني؟ معرفش صح؟ لشويه. يعني ايه شويه بقى؟ برسل مجموعه معينه، مش برسل لكل الشبكه، برسل للناس معينين بس. وكنا بندرس المالتي كاست ده زمان في سيس ان بي، كان اللي بياخد سيس ان بي ده زمان يا جماعه كان بيبقى معاه دكتوراه تقريبا يعني. كان بتاخد فيه سكيورتي وفويس ووايرلس وداتا وكله. تمام؟ هما دلوقتي قسموها. ازاي بقى؟ بص كده. ادا عندي اهو جهاز سويتش. اهو. اهو. حلو الكلام؟ ده شغال اوز بي اف. ده شغال اوز بي اف. في معاهم راوتر اهو كمان شغال اوز بي اف. وده شغال ريب. ودي الاجهزه بتاعتك اهي يا جميل اهي. اهي. كل دي الاجهزه بتاعتك اهي. فالاوز بي اف هو بيبعت الابديت بيبعته ازاي؟ بيحط ديستنيشن اي بي مالتي كاست. حاجزين لهم الايانا الاوز بي اف اي بي كام؟ 224 كلاس دي 005. يعني الاوز بي اف لما يجي يبعت الابديت بتاعه يبعته على ادرس كام؟ 5. المالتي كاست اي بي ده اهو له جواه كمان حاجه اسمها مالتي كاست ماك. يعني في ماك اسمه مالتي كاست ماك، يعني الاي بي ده له مالتي كاست ماك يا جماعه. لو جيت عملت سيرش كده على مالتي كاست ماك على جوجل هتلاقي له رينج معين اهو 5 اي ما اعرفش ايه كده. بصوا جوجل اهو مالتي كاست ماك ادرس، اسف ماك ادرس اهو للاوز بي اف مثلا. اهو ما
ربنا نخلص اهوت يفتح بس معانا. شايفين يا شباب ده المالتي كاست بتاع الاوز بي اف اهو، شايفينه 01005E. اي مالتي كاست ماك لازم يكون بادئ البدايه دي، وده سؤال جاي في الامتحان للاسف مش موجود في الماتيريال. 01005E تمام. لو انت بتبعت للاوز بي اف اهو بيبعت على 00005 لان الاوز بي اف 22405 اهو. الاي جي ار بي اهو اللي هو 0A لان الاي جي ار بي بيبعت على 10. تاني بقى تاني اهو 01005E 01005E. يبقى الراجل هنا اهو لو هو شغال اوز بي اف هيبقى المالتي كاست ماك بتاعي 01005E، وبعدين 0000 هو بيبعت 24/5 يبقى 05 ده الديستنيشن ماك. اول ما السويتش يبعت الفريم ده للاوز بي اول ما الاوز بي اف يبعت الفريم ده للسويتش، السويتش يبص على ده، السويتش عارف ان ده معناه ان ما يطلعش غير من البورتات اللي متوصل بيها المكات اللي شغاله اوز بي اف بس. السويتش متخزن عنده المالتي كاست ماك ده، فيقوم مطلع الفريم ده للاوز بي اف ده والاوز بي اف ده بس. طب والاجهزه ما يطلع لهمش الفريم، الاجهزه والرب ما يطلع لهمش الفريم. يبقى في مالتي كاست للاوز بي اف، مالتي كاست للاي جي ار بي، مالتي كاست للحاجات بتاعت الفويس اللي بتعمل مالتي كاست. يبقى انا عندي يا جماعه الرساله بتاعت الابديت بتاع الاوز بي اف وبتاع الاي جي ار بي بتبقى بتنبعت على مالتي كاست ادرس. مالتي كاست اي بي لو انت شغال اوز بي اف بتنبعت على كام؟ على 5. طب الماك بتاع الخمسه ده ايه؟ ثابت اهو. معناه ايه الماك ده يا باشمهندس؟ معناه ان اي حد شغال على السويتش شغال اوز بي اف الباك تروح له، لان السويتش مش هيبص غير على ماك، فبيبص على مالتي كاست ماك، فعارف ان الماك ده اهو الماك بتاع البورت ده والماك بتاع البورت ده والماك بتاع البورت ده شغالين عليه اوز بي اف. تمام؟ ان اساس حلوم بس للاوز بي اف بس، مش زي الرب بقى كان بيروح لكل الناس والاجهزه الكمبيوتر و لا، فده وفرت ترافيك رهيب. فكل الاوبريشنز الجديده كل الراوتنج بروتوكول الجديده شغال على مين؟ مالتي كاست. والله لو شغال ريد فيرجن 2 هيبعت على 224.009 وله المالتي كاست ماك بتاعه اللي هو كام؟ 01005E0009 ده الماك بتاع ده المالتي كاست ماك بتاع ده. فاي ابديت طالع من الريف فيرجن 2 ده الريف فيرجن 2 يبقى الديستنيشن اي بي بتاعه كام؟ 224.009 والمالتي كاست ماك 01005E00009. طب انا لو راوترات شغاله اي جي ار بي، الراوترات اللي شغاله اي جي ار بي حاجزين اي بي من الايانه مالتي كاست 224.00 كام؟ 10. طب لما اجي ابعت ابديت 01005E اي مالتي كاست ماك لازم يكون ده بدايته، وبعدين 00000 ال 10 بنقولها ايه في الهكس ديسمال؟ ايه. طب الاوز بي اف، الاوز بي اف بيبعت على 224.005 يبقى الماك بتاعه كام؟ 01005E0000 ها 0A5 بس يا سيدي. فطبعا انا وفرت ترافيك رهيبه كانت بتروح للاجهزه، تروح بس للناس اللي شغالين اوز بي اف، تروح بس للناس شغالين اي جي ار بي، وعشان كده عملوا مبدا المالتي كاست. فالابديت زمان كان كارثه، كان بينبعت كل 30 ثانيه، خلاص ظبطناه بقى تريجرد. كان بيبعت كل الراوتنج تيبل، بقينا بنبعت جزء منه. كان بيروح لكل الناس، بقينا بس بنبعت للناس اللي بتفهمه بس. اللي هو المالتي كاست. الابديت زمان يا جماعه كان من غير سبنيتنج. فالابديت زمان الراوتنج بروتوكول زمان كانت كلاكس فول. دلوقتي كلاسلس. ودي الحته اللي هبدا بها بكره ان شاء الله. راوتنج بروتوكول كان كلاكس فول كان كلاس. احنا كده خدنا شابتر 4 وشابتر 6.
بكره هنعيد عليهم الباوربوينت ونفهم يعني ايه كلاكسفول وكلاسلس ان شاء الله. خلاص بكره ان شاء الله نتقابل.